اهلا وسهلا للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني واخواتي، معكم ميتي فؤاد، واردت ان اجيب اليوم عن سؤال طرح بكثره في التعليقات انا وهو فيما يخص الاقامه في فنلندا. الاقامه في فنلندا اخواني واخواتي شيء مهم للاجانب، فالقانون يقول اذا كان الانسان اقام في فنلندا مده 4 سنوات، يعني مدة وجوده في فنلندا يعادل 4 سنوات، فله الحق أن يدفع ملف وتعطى له بعد هذا إقامة دائمة، وتعطى له هذه الإقامة بنسبة كبيرة، يعني الجواب يكون موجب في أغلب الأحيان 4 سنوات، يعني سواء كان طالب أو كان عامل أو كان في برنامج هجرة إلى آخره. ولكن القانون يقول أنه عليه أن يكون هون مقيم قانونيا أن يقيم 4 سنوات. هناك شيء آخر، هو أن البرنامج الفنلندي الآن يدرس قضية أن يبدل 4 سنوات ب3 سنوات، يعني المدة تكون 3 سنوات. وإن شاء الله إذا انتخب على هذا القانون الجديد سأخبركم بحول الله في فيديوهاتي. هذا فيما يخص الإقامة. وكما قلنا، الإقامة تكون قانونية وتكون استمراريتها يعني 4 سنوات. إذا كان على سبيل المثال إنسان أقام 2 سنوات ثم هاجر إلى بلد آخر ثم عاد، فهذا يكون قطع لهذه المدة، يعني المدة لازم تكون 4 سنوات متتالية، وبعدها الإنسان من حقه أن يدفع ملف الإقامة الدائمة. فيما يخص الإقامة المؤقتة فهي تكون يعني سنة أو 2 سنوات أو 6 أشهر، وهذا يتواطأ مع المدة التي تكون للإنسان عقود العمل أو الدراسة. إذا كان دراسة 6 أشهر فالإقامة تكون 6 أشهر، وإذا كانت عقد العمل إذا كان على سبيل المثال 2 سنوات فالإقامة المؤقتة تكون 2 سنوات إلى آخره. هذا فيما يخص الإقامة. وهناك سؤال آخر طرح أيضا بكثرة، أنه وهو سؤال حول الجنسية. الجنسية الفنلندية إخواني وأخواتي، الإنسان من حقه أن يطلب هنا بفنلندا الجنسية بعدما أقام في فنلندا قانونيا، وبعدما أعطيت له الإقامة الدائمة مدة 7 سنوات، 7 سنوات كاملة. بعدما تواجد الإنسان هنا بهذه المدة، أي مدة 7 سنوات، أيضا سنوات يعني بدون قطع كبير، من حقه أن يسافر لمدة يعني أسبوع أو أسبوعين حتى إلى شهر، ولكن إقامته تكون دائمة هنا بفنلندا، ومدة الإقامة تكون 7 سنوات. بعد هذا من حقه أن يدفع الجنسية. وهناك شرط آخر، هو أن يحسن اللغة الفنلندية، يعني بالنسبة للناس الذين يريدون دفع الملف الجنسية عليهم أن يحسنون اللغة الفنلندية، وهناك امتحان خاص بملف دفع الجنسية، وبعدما نجح الإنسان في الامتحان هذا تعطى له وثيقة رسمية، وبها يكمل الملف ويدفع طلب للجنسية الفنلندية. هذا باختصار إخواني وأخواتي. إذا كانت لكم أسئلة فيما يخص هذا الموضوع أو موضوع فنلندا عامة، تفضلوا في تعليقات أو في بريدي الإلكتروني الشخصي الذي سيكون هنا تحت الفيديو في التعليقات أمام رسم القناة. لا تنسوا اللايكات إن شاء الله،
وإخواني وأخواتي كما قلت تفضلوا بأسئلتكم. على هذا إخواني وأخواتي أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.